كيف نكسر الحاجز هذا صدق؟ في الثقة في النفس لا أكثر ولا أقل. هي يبغى هي نفسها كابتن. إحنا بنلعب ضد الفرق العربية ضد الفرق الأفريقية في كأس العالم بنلعب مرة كويس وبنلعب وبنسيطر. هو كيف نكسره نفسيا بس؟ نفسيا أنا من لأنه طب هو نفسه المفروض هذا اللي بنسويه ضد الفرق العربية والفرق الأفريقية هو ده اللي نسويه ضد الفرق. قدمنا في مصر مباراة مثالية والدليل شوف أنا بديك أنا بديك يعني مثال كل الفرق العربية اللي لعبنا معهم حتى حتى الفرق أبو نوران الفرق الأفريقية كمثال في كأس العالم الفرق الأفريقية بتقدم مستويات كبيرة على لما تلعب مع منتخب الجزائر والمغرب ومصر المنتخبات العربية بتكسبهم مباشرة. لما تلعب كوتيفوار ساحل العاجي مع الأرجنتين ولا مع برازيل بيلعبوا مباريات عظيمة بيلعبوا مع الفرق العربية. لا ليه؟ لأنه هناك أنا أحس الفارق هناك بيلعبوا برياحية مع المنتخبات الكبيرة بدون مركبات نقص. إحنا مشكلتنا مركب النقص هذا إنه إحنا نشوف إنه هذول الناس أعلى طيب. مننا على الرغم إنه ما في فرق بيننا. طيب حسين مش سبب إن مثلاً اللاعبين الأفارقة متواجدين في الدوريات الأوروبية أنا ما عندي الاحتكاك هذا. بس لما يلعبوا ضد بعض الأفارقة ضد الأفارقة ما بيلعبوا بنفس المستوى اللي يلعبوا فيه. ما في حافز يعني. يعني أنت شوف أنت الفترة الأخيرة أنت شوف مين متسيد البطولات الأفريقية مثلاً منتخب مصر مثلاً أخذ 3 بطولات أفريقية ورا بعض على الرغم إنه كان ساحل العاج. كان يايا توري ودروبا وكالو كان منتخب فريق مليان عظيم لكن يجي قدام في البطولة هذه سبحان لكن لو لعب مع منتخبات أوروبية أو من أمريكا اللاتينية يختلف وضعه.